مرحبا بكم في احنا معاك. هذه اخر حلقه في الموسم وفيها باش نشوفوا ناس تعدوا معانا في حلقات سابقه وبرشا حاجات تغيرت في حياتهم. منذ الحلقه الاولى في احنا معاك بدينا نشوفوا في ناس حلمها كان ديما قدامها رغم الصعوبات الكل. هما كملوا يحلموا واحنا كنا معاهم باش نرافقوهم في طريق طويل. هذه فاطمة كنا قابلناها لأول مرة في الخريف اللي فات تجارة البياس دي تاشي. يتقال أنها مهنة رجالية لأنه فاطمة تخدم رغم الصعوبات الكل. نغزر قدام ديما نحب خام في حاجة جديدة، ما نحبش أي حاجة نعملها تبدأ تشبه الفلين وفلتين، ديما نحب حاجتي سبيسيال ديما. دونك قلت يلا نعمل مشروع صغير. مشروع صغير بالحاجة اللي أنا مغرومة بها. الحاجة اللي أنا مغرومة بها، كيفاش باش نعملها؟ وأنا ما عنديش حتى فرنك. شو عملت؟ قلت باش نعمل تحدي، باش نبدا نصفر. اليوم وبعد اشهر من اللي شفناها في احنا معاك برشا حاجات بدلت في فاطمة. من الباساج الاولى نتاع مع سامي في البرنامج كونتاكتوني برشا شركات نتاع بياس دو روشونج، مولوني بالسلعه يعطيهم الصحه. برشا كليونات زاده من بعيد ولا يعرفوني يشريوا من عندي باش يشجعوني الكل، من جيبس من قفصة من تونس الكل. هما حاطين قانون في البياس دو روشونج ما تنجمش تاخذ سلعه اكريدي من حتى فورنيسور الا ما تبدا في معاملات بالحاضر، معناها من قبل ما يعطيك سلعه بالكريدي بالاشيونس نقولوا نحنا. انا لي برشا كلموني عطاوني ديريكت، معناها عطاوني اشيونس باهيه وعطاوني سلعه وشجعوني وعملوا لي ريميز ووسعوا بالهم معايا وحاجه ما نفهمهاش نهز التليفون يعطيهم الصحه يعاونوني في دي ريفيرونس في كل حاجه وين تمشي لبلاصتها، جبت السلعه عملت الباب هكا. برشا حاجات بدلوا قاعد يطور بشويه شويه، كل مره نزيد حاجه. حبيت نشوف فورماسيون انكادري قرايه وميم طون براتيك، فهمت. كونتاكتيت سنتر ليتاتيك في برج الصدريه وان شاء الله في سبتمبر باش نبدا في نقرا الميكانيك. والله كنت من الاول نسمع برشا التنميه البشريه شد صحيح عندك فكره اخدم عليها، كنت نراها حاجه تافهه فهمت، قلت خليني نجربها الحكايه هذه. بالحق كتشد صحيح وتخدم وما تقيسش وتتعب وتسال وتجي وتفركس على المعلومه، راهو بعديك برشا عباد كي تراك تحب تخدم تمد لك يد المساعده وتعاونك وتقف معاك. فرحانه على الاخر انا كل صباح كي نفيق ونجي باش نخدم نبدا كاني ماشيه في فاكونس ولا نبدا جايه عامله جو. المعاملات مع العباد تبدلت، مع لي فورنيسور تبدلت، اللي كان ما يحبش يبيع لي خاطر حانوتي فارغ ولا يحب يشجعني ويحب يعطيني حتى وكان ما عنديش نحسها فورتي ما معنا اجا هز. برشا كيما قلت لك برشا كليونات شجعوني متفرجوا فيا ومن بلايص بعيده وياخذوا من عندي. شكرا احلى معك يعطيكم الصحه. في نهار من نهارات الصيف عرضنا بشير خدمته لمينة دبابز باش يبيعها بعد. دونك قررت انك تخدم في الدبابز هنا؟ قررت اني نخدم في الدبابز باش نعاون الصغار. قداش الكيلو؟ الكيلو يقبلوا عليك على قداش؟ واحد يقبل على 500، واحد يقبل على 600، واحد يقبل على 700. الحلقة اللي بثيناها توا اسابيع شهدت تفاعل كبير من الناس. بعد ما تعديت في الحلقة معنا العباد متطوعة معايا فهمتي، واللي عرضني يقول لي ان شاء الله ربي معاك وان شاء الله ربي يحلها لك في وجهك فهمتني، ويرحم والدي اللي عاوني واللي عاوني حتى بالكلام. برشا عباد تعرفني تو في الشارع وقفوني وفما اللي يتعدي يقول لي سلام خويا شنو عليك ويتعدى على روحه، وفما العباد زاد عيط لي من بعيد اللي كتب من ربي. والله فرحان برشا 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 زاد فرحان، وفرحان بالعباد اللي تفاعلت معايا، ويرحم والديهم ويرحم والدين اللي تفاعل معايا. أنا فرحت برشا بلقاء بشير واللي كان مثال في الأخلاق والخدمة وحب عائلته وأولاده. التصوير اللي دام أكثر من 5 سوايع كان لحظات تلفزية متميزة. عديت معاه نهار أعز نهار في حياتي اللي عديته معاه، هو أعز نهار وما كنتش نحلم به في حياتي. أنا حكيت اللي عندي كله حكيته، قلبي اللي كان معبى فرغته كله، وإن شاء الله ربي يحلها لي في وجهي. لقانا هذا مع بشير وفاب دعواته للناس اللي تخدم وتاكل لقمتها ببرشة تعب وضمير. نطلب من ربي العباد اللي قاعدة هذه تخدم وقاعدة تعرق على الفلوس،
نطلب من ربي يا ربي يحللهم بيبان في وجوههم من جميع ما من أي إنسان وكان. عبود يا عبود ايجي بتربجوا بيك هكا عبود اي عبود الشرقيين عبد الله وعبد الوهاب وكل ابو العبد ابو العبد ايه يا ابو العبد شو العمل والله انا ماذا بيا ان نكبر المشروع متاعي نساوي على قاعده معناها يكبر تواصلت لقاءاتنا مع عبد الوهاب وقت اللي قابلناه مع مهدي الانكوباتور باش يوجهوا في المشروع وقت عدى امتحان الكفاءه المهنيه ومع منجية الكوتش متاعنا حتى وصلنا لإجراءات القرض والتحذير باش يحل حانوته. اليوم عبد الوهاب يخدم في حاجة كان ديما يطمح لها. إن شاء الله هالفترة هذه نخمم نخدم مع أبليكاسيونات متاع الفود يعني. إن شاء الله ماذا بيا ديما كل فترة نطور، أنا توا يعني ما عنديش بريود طويلة وبقعد شوية شوية نطور يعني كل ما شهر بعد شهر ندخل حاجة نشوف السوق شنو حاجته فهمت هكاك وسألناه فرحان باللي حقه؟ بالطبيعة فرحان باللي أنا فيه اليوم بيني وبين روحي فخور على الأخر خاطر قد ما كان العمل ولا الحلم اللي هو ممكن يكون بسيط عند ناس أخرين أما هو بينك وبين روحك تأثبت روحك وإن شاء الله يكون نجاح من النجاحات اللي معناها نجاح من نجاحات أخرى نجم نعملها تسعة جانفي اللي فات كنا على موعد مع مشروع فلاحي فيه زوز إخوات راوية ورباب واللي كان لينا معاهم لقاء آخر
وين تكونوا في مركز التكوين الفلاحي في سيدي ثابت. أتمنى أنه يعاوننا برشا باش نحققوا الحلم متاعنا اللي هو باش ينجح المشروع متاعنا يعني ماديا ومن ناحية الكفاءة الزادة في التكوين والخبرة. بعد 6 أشهر تقريب رجعنا باش نشوفوا شنو تبدل في مشروع راوية ورباب. بقينا برسك 3 أشهر وقتها نقروا، قرينا براتيك وتيوريك، تعلمنا برشا حاجات وزورنا برشا فيرمات وشفنا كيفاش ناجحين في دومين الفلاحة وكيفاش يخدموا بطرق متطورة أكثر من أحنا. الفورماسيون بدلت فينا برشا حاجات، ولينا نتعاملوا بطرق علمية مع البقر اللي هو يعطينا أكثر إنتاجية للبقر، مثل قديش البقرة تأكل في النهار، قديش يلزمها معلفة، قديش من وجبة تنجم تقسم الوجبات للبقر متاعك، كيف عرفنا كيفاش أنواع الأعلاف، التركيبة متاع الأعلاف اللي يلزم أحنا نوفروها للبقر باش البقر يعطينا أكثر إنتاجية سواء في تسمين العجول وإلا في الأبقار الحلو. شدينا ثنية صحيحة ويعني رسمنا الأهداف متاعنا شنو باش نعملوا، كنا باش نطوروا والصورة مش واضحة، كي زدنا قرينا وعرفنا زدت وضحت لنا الصورة شنو باش نعملوا في المستقبل. الإكسبرينس في احنا معك عاونتني باش تعرفت الباج متاعي. أول حاجة نشكرهم على الحاجة هذه، فما برشا ولت عنا أكثر كليونات من قبل، ولينا نتعاملوا سيخ فيسبوك أكثر، وإحنا معاك عاوننا باش كبرنا الباج وولينا نخدموا في دومين على الانترنت أكثر يعني. يمكن هذه من أحسن الإكسبرينس اللي عشتها في حياتي، فرحانة وفخورة جدا بالدومين اللي إحنا فيه. هذه التحف الفنية اللي يخدمها أحمد اليوم واللي حاول ينوع من تقنيات خدمته ويطورها. أحمد اللي قابلناها أول مرة على الشط يلم في دبابز البلار الملوحة باش يحولها لتحف، وقتها حكينا على مصاعب مشروعه والمشاكل اللي تمنعه أنه يقدم. حممت باش حل البروجي وحدي، توكلت على ربي في البروجي، وقفته على سقيه باش نعمل ستوك باش ننجم كوميرسياليزيه. توا عندي برشا حاجات، مسحقين بنتور، مسحقين حدادة، مسحقين كذا، واقفة الأمور عندي 3-4 حاجات من كل حاجة. كيفاش نهبط من كوميرساليزي البرودوي نتاعي لازمني مينيموم دو ستوك، المينيموم دو ستوك هذا لازمو فلوس. فريق احنا معاك رافق أحمد في طريقه باش ياخذ تمويل ويحسن مشروعه. من اللي جاء القرض وانا توكلت على ربي فهمني، ولا اللي مصوره، وديجا 5 شهور هذوما زادوني البلوس، زدت نظمت روحي اكثر وحضرت الاولويات وبديت في الديمارش، دخلت الفلوس من هنا جات كيف فهمني ولا فابريكاسيون. في 5 شهور هذوما زدت صورت برشا بلونيت دي بلون يونيك، واخترت اللي جو شونج اون بتيت دون اللي هي ستركتور اللي تشد في البلافون. تعديت معاكم فهمني ولا البريود هذيك كنت تنجم تقول محبط فهمني ولا عندي نجم نعمل برشا حاجات، وكي تعديت معاكم هي تسهلت الامور والحمد لله ومتفائل كان الخير. البرنامج فهمتني ولا عاوننا الناس الكل فهمتني ولا، وان شاء الله يكمل البرنامج يقعد ويعاون ناس اخرين وبارك الله فيكم. وهذا هو كل العباد اللي كيفي انهم يتوكلوا على ربي، يمنوا بالفكره نتاعهم حتى للاخر والعمل على ربي ويسعى ويسعى يسعى يسعى. هذا رمزي في الاتوليه نتاعو. قبل أشرة ما كان شيء فما هوني، اما اليوم رمزي يخدم ويحضر في لي كوموند نتاعو للحرفاء. لقانا الاول مع رمزي كان في 2 جانفي، وقت قابلناه في حانوت النجار اللي تعلم فيه الصنعه، ووقتها حكينا على الصعوبات اللي قبلها. الصعوبات بتاعي كانت خاصه في الماتريال، في اللوكال، في الاسباس اللي باش نخدم فيه. هذه حاجه. 2 ظروف، يعني الظروف تو معناها اللي نشوف فيها تخلي الواحد معناها يخدم بطريقه انه ما نجمش يوفر معناها اللي يحب عليه. لقائتنا مع رمزي تواصلت في التكوين في مركز سيدي عياد، ورافقناه في مراحل تمويل المشروع وبناء الاتوليه نتاعو. ملي خديت الدبلوم ديريكتومون بعدها بمده، يعني بعد ما كملت اجراءات وكل شيء وصار لي البيرسمو وخديت هبط الماكينات بتاعي، عملت صفحه فيسبوك ولا سميتها تصاميم رمزي. اليوم نتعامل معناها مع الكليونات الكل. ديجا الحمد لله يا ربي تو احنا سيزون تاع موستيكيرات
قاعده خارجه معناها و... فما دي ريستوران عملوا معايا دي كوموند تاع دي بلاتو تاع لي بيتزا تاع لي سيرفيس تاع لي ساندويتش رولو كينغ زاد كيف كيف بالنسبه رولو كينغ زاد فما كيف كيف دي ريستوران وديار زاد كليونيت فما حاجه كبيره تبدلت ديجا الفيزاج هذايا تبدل الجريماس هذايا تبدل فيزيون تاعي تبدلت وقبل ما يجيني سامي كنت ضايع ما فماش لا تو ولا بعد لا غدوه لا الساعه اللي بعدها في اليوم بعد اللي تعدى بيا وبعد ما جاني سامي ومعناها الماسوتنير معناها برنامج احنا معاك انه مشاو معايا خطوه خطوه تشجعوني وقفوا معايا مورالمون يمو اسيستي في لي ديريكسيون في التوجيهات في لي فورماسيون اليوم انا تصاميم رمزي